السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا حكينا واتكلمنا قبل كده عن فن الرفيحي، وقلنا فيه اهازيج وكسرات بتتقال، في منها اللي بتقال في مديح الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وفي منها بتقال في الغزل، وفي منها ما يخص اهل البحر زي مثلا السيجانة والحريدة تصاحبوا صحبة جديدة، او السيجانة والحريدة عملوا صحبة جديدة، يا محلاك يا سيجانة في نص الليل مع السردينة، يعني في حاجات زي كده. لان طبعا احنا قلنا اللعب دوت بيشارك فيه اهل البحر، وبالتالي هم اللي بيجيبوا اهازيج وكسرات من البيئه بتاعتهم، من الحياه اللي هم عايشينها. في يمكن من اشهر الكسرات دي كسره بتقول خبروني عن زبرجد، خبروني عن زبرجد، هي شعب ولا جزيره، ما فيها الا الموج يرقد، ما تجيها الا القطيره. زبرجد دي جزيره من جزر حوض البحر الاحمر، موجوده في البحر الاحمر قصاد مدينه مرسى علم، وبعيده عنها بحوالي 70 كيلو تقريبا. مساحه الجزيره كلها 4.5 كيلو متر مربع. وايه المميز في الجزيره دي؟ الجزيره دي المميز فيها ان هي من اقدم واهم جزر على مستوى العالم، اللي موجود فيها المعدن النفيس او الحجر النفيس اللي هو الزبرجد، حجر النفيس اللي هو حجر الزبرجد، وكان بيتم استخراجه من على الجزيره يمكن من ايام الحضاره المصريه القديمه يعني. فهي مميز، عشان كده سموها جزيره زبرجد. وكمان هي فيها يعني ممكن من على الجزيره تشوف بعض الطيور المهاجره، وفي من اهم الطيور ديت اللي هو في نوع من انواع الصقور اللي هو صقر الغروب، مشهور بالاسم دوت. وكمان فيها شعاب مرجانيه حوالين الجزيره، فعشان كده من اجمل الاماكن بالنسبه لممارسه رياضه الغطس. وكمان في يعني ممكن تشوف الحبار، وتشوف الاخطبوط، وتشوف الاسماك برضو مشهوره زي سمكة الموراي. فعشان كده الجزيرة مميزة ومشهورة وليها اسم معروف جدا، زي ما قلنا ان هي ارتبطت بالحجر النفيس دوت اللي هو الزبرجد، وبالتالي اتسمت باسم جزيرة زبرجد. طبعا انا زي ما قلت ان الفن الشعبي بيخلد او بيسجل او بيذكر تواريخ واماكن واحداث، فمن ضمن الحاجات دي زي ما انا قلت الكسرات اللي بيقولوها اهل البحر، زي خبروني عن زبرجد، هي شعب ولا جزيره، طبعا هي جزيره، ما فيها الا الموج يرقد. مع موج يرقد يعني ايه؟ الموجه اللي حوالين الجزيره اصلا موجه هاديه، ما تجيها الا القطيره، يعني ممكن ترسى القطاير على سواحل الجزيره. زي ما قلت بتبعد عن مرسى علم بحوالي 70 كيلو، ومن أشهر الجزر الموجودة في حوض البحر الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.